الصدور، تمام؟ ليس في الرواية، ها الرواية تكون من باب أولى. فكل ما يكون في القرآن يدل على التشبيه والتجسيم فنحن نحمله على الاستعارة والإجازة، نحمله على المجاز، هذا إجماع الأمة. وينقل السيد الخوئي إجماع معلش يا سمير، الأمة. خد يا سمير، سمير النقطة دي لو نعم سمحت. أولا ال 135 واحد في البث، رب الشيعة لا يسمع ولا يبصر، لأن هذه المسائل يشابه فيها الناس، فهم لا يحملونها على الحقيقة. الله عند الشيعة لا يسمع ولا يرى. بوم. لا، ليس إلا هكذا. لا، أنت الله قلت يسمع بي. جميع لا، سمير، أجاوب أنت قلت أجاوب نعم جميع، أنت نعم قلت أجاوبك جميع، أجاوبك أنت نعم قلت أجاوبك جميع. أجاوب ثواني بس، أجاوب. هدي، أنت يلا قلت جميع أجاوب. ولا لا؟ أنت نعم قلت نعم جميع قلت ولا لا؟ جميع، قلت جميع. نعم الله أجاوب أكبر، الله أكبر. أجاوب أجاوب إله أجاوب. الشيعة لا يرى أخي ولا لا، يسمع ولا يبصر. الله أكبر. خوش، أعطيني دقيقة، أعطيني دقيقة أجاوب. الله يحفظك، اسمع. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أذن حتى يسمع، ولا اسمع، ولا يحتاج عين حتى يرى، وإنما لا أقول سمع لك كيف الله. يسمع خليني عمي، أكمل، ما أقول لك خليني. كيف يسمع سمير، نعم، لكن إحاطة أقول لك وقدرة، كيف إحاطة يسمع وقدرة، الله سمير. يحيط سمير ويقتدر، الله إحاطة أكبر. وقدرة. اسمع ثواني بس، ثواني 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 بس. اسمع، الله عز إحاطة وجل، وقدرة. ثواني يا سمير، ثواني. الله عز وجل يسمع ولا لا؟ نعم، يسمع إحاطة وقدرة. ممتاز، يلا أعطيني رواية صحيحة أن سمع هذا الله التأويل، قدرة. هذا يلا التأويل، هذا التأويل، إحاطة يا عم وقدرة، اتفضل هذا يا عم. التأويل. يا سمير اهدى بس، سمير أنت يلا قلت سمع الله قدرة، أريد رواية للمعصوم قال إن سمع الله قدرة، تفضل. لا، هذا عندنا، هذا موجود في عيون أخبار الرضا، إحاطة تفضل، وقدرة. وين؟ هذا وين الرواية؟ التوحيد للشخص، هذا رواية التوحيد عن للشخص، المعصوم، يا تمام، هذا عن التوحيد المعصوم. ينقل. نعم، هذا التوحيد في الشخص الصدوق، ينقل عن الإمام الصادق، يقول يلا إن وين اعتقادي. هاي كتابكم خليني أقرأ سمير؟ لا يا أخي، اهدى بس، يا أخي ما اهدى تخلونا سمير، هاي نتكلم. كتاب التوحيد فعلا إذا مختار. تستمرون يا هيك، إذا سمير انت تستمرون بتهرب يا سمير، شو مالك؟ كل ما نقول لك والله، افتح الكاميرا تورينا الدليل بتهرب، مالك شو فيه؟ والله ما أعرف، هاي والله كتاب العظيم التوحيد، ما هدي أعرف. نقف عند النقطة دي. يلا هاي كتاب التوحيد، هدي يا سمير، هاي كتاب التوحيد عشان ما نتحزرش بس. كتاب التوحيد يلا، فين؟ فين في التوحيد؟ خلصتوا؟ وين يعني وين انت، كلام الصدوق؟ يعني عارفين يعني السمع انتم هو القدرة بتتكلمون، يعني ما تخلوني اكمل جملتين على افندم. بعض. يا ابو علي، اعطينا المصدر، بنطلب اعطينا منك، المصدر، اعطينا المصدر. بنطلب منك، سكتش، خليني اقرا وانقل لك المصدر. خليني بتفتح اقرا الكاميرا يا بس سمير، اخي، شو مالك؟ يا اخي افتح الكاميرا، ما عندي مشكله، اسمح لي يا اخي. سمير اسمعوا انت هذا، مش سمير، اجيب لك على بلاطه، اجيب لك على بلاطه. يشهد الله، يشهد ربي، انت مأذن عشان تنظر في التوحيد. سؤال، والله وين العظيم، وين خلص الروايه؟ خلص خلص، وين انا وياك الروايه؟ بالتوحيد. خلاص افتح بس، انا وياك بالتوحيد. افتح لا الكاميرا افتح بس، سمير، لا افتح بس، سمير بس ابو معاد يا سمير اخي، افتح سمير اسمعني يا استاذ، سمير اسمعني يا سمير، احنا توقفنا عند النقطه دي يا سمير، ثواني قدام 150 واحد في البث. اخوان سمعتوا، افتح رديت على الروايه، انا يا سقطت سمير، الروايه، انتقلوا سمير لغير موضوع، الحمد لا لا لله. لا لا، ما يلا سقطت الروايه لانك مش والله عارف تثبت سقط، انها ضد القران. والله سقطت الروايه، والله سقطت الروايه، سمير انتهت. سمير سمير، امام يلا الناس يلا طلع لي تفضل. الروايه اللي موجوده عند الصدوق في كتاب التوحيد بتقول ان سمع الله قدره. يلا تمام، خلصت اخوي، افتح بس انا وياك في التوحيد، انت بدك. طلع يلا، الرواية ما لا لا، سمير، ما سمير طلع، ما سمير طلع الرواية، ما سمير طلع. انا اوعى وياك في تفضل، التوحيد، خلص، اوعى انا وياك في تفضل، التوحيد. لا والله اوعى ما اعرف، انا تطلع وياك في رواية التوحيد. افتح الصدوق، بس، افتح طلع بس، رواية لا الصدوق، افتح بس، طلع رواية بس الصدوق، بس بس موافق بس. بس طلع رواية الصدوق، لا طلع رواية خلاص الصدوق، اتفقنا، لا اطلعها طلع رواية بالمناظرة، الصدوق. اطلعها والله بالمناظرة، لا اقبل الا والله طلع لا، الرواية، طلع رواية الصدوق، والله العظيم هيها امامي، طلع رواية والله امامي الصدوق، بس ما اطلعها، انا لا وياك بس بس طلع اخي. رواية الصدوق، طلع رواية الصدوق. انا تمام، خلصت، يلا خلاص، راح يلا انقل افتح كلام الكاميرا وطلع الصدوق. رواية اسمعوا الصدوق. اخوان، ينقل يلا، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن وين؟ فين أئمة فين أهل فين في التوحيد؟ فين في كتاب التوحيد؟ في يا عم كتاب اعطينا المصدر، التوحيد، اعطينا المصدر، شو خسران انت؟ اعطينا المصدر، هات المصدر في نشوفه التوحيد. كذا يلا الصفحة كذا. يلا، الجزء الأول في باب توحيد الله التوحيد، تبارك وتعالى. يلا اقرأ صفحة كم بقى؟ هذا اعتقد جزء واحد، ها فتحنا التوحيد اهو يا عمي للصدوق، جزء يلا واحد، ممتاز. نعم، ها صفحة كم يا سمير؟ خلصت، طلع بعد هذه صفحة كم؟ صفحة كم؟ هسه اعطيك الصفحة اخي، اعطينا مجال الصفحة. طيب يلا خذ راحتك، خذ راحتك، خذ راحتك. يلا صفحة كم؟ يلا
يعني انت بس تريدون توقفون الكلام، ماكو طلع مشكله، الرواية يا سليم. ماكو سليم مشكله، طلع ماكو الرواية. مشكله، ماكو مشكله بس اخي، يلا ماكو مشكله. تفضل بس تفضل خلنا استغل. انقل على ما اطلعها، قاعد لا اطلعها، لا 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 خلنا ما ننقل نقبل الكلام. منك اي حاجه، طلع اللي راح. والله لا تهتم. والله العظيم، والله عيب العظيم يا انتم سليم، مساكين، والله والله عيب مساكين، عليك، والله عيب والله تبتدي مساكين. لاي انسان عاقل عارف والله ان انت ناظرني مساكين. لا بالتوحيد، حول ولا ناظرني قوه لك الا الله. اخي طلع لا والله انا، صفحه لا كام؟ انا صاعد، انا صاعد عليكم، تمام اجلتكم منزل. يلا 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 هنشوف دلوقتي، يلا يلا. صفحه كام؟ اسمع يا صفحه استاذ كام؟ الفاضل، صفحه كام؟ اسكت شويه، اسكت شويه اخوي، انا تريد اسكت ليه؟ انت تناظرني؟ طلع الصفحه يلا، تفضل اهي. يلا تناظرني بالتوحيد ولا لا؟ صفحه كام يا علي؟ ابو علي انت ليش تهرب؟ اعطينا رقم الصفحه، اعطينا الجزء، اعطينا رقم الصفحه. يلا تناظرني بالتوحيد ولا لا؟ صفحه كام الاول؟ يا اعطينا رقم الصفحه يلا. تناظرني بالتوحيد ولا لا؟ الكل يكتب في التعليقات صفحه كام، ها الكل يكتب في التعليقات صفحه كام. يلا الله اكبر، والله مساكين انتم. صفحه كام؟ طيب يلا يلا صفحه يلا كام. يلا ماكو مشكله، ماكو مشكله. ها آه. يلا يلا بخدمتكم، بخدمتكم، ماكو مشكله. يلا يلا الكل يكتب يا زلمه، كتبوا كتبوا صفحه, صفحة كام. ليش صار تحكي فلسطيني يعني؟ اترك هذا الكلام عنك، ما يفيدك هذا الكلام. يا ترى يا اذا تحاول، تعرف اذا تحاول تسبني انا اسب علم، اسب اسب رموزك كلهم، تعرف ما عندي مشكله يعني. والله ما اهرب، ما اهرب، ما اهرب، والله ما اهرب. اذا تحاول اسمعني بس، هاي راح اطلعها. بس محمود اذا تحاول تتجوز علي بعد ما جلدتك بالروايه، لا تحاول تتجوز علي. جلدت فيني يا زلمه، جلدت فيني. اعطينا يهرب يا محمود. والله ما، والله والله ما صفحة كام؟ ما اهرب، والله ما اهرب. يا لحظه شوي، لحظه شوي، خليني اطلع لك اياها، قاعد اطلع لك اياها. بقالك 10 دقايق بتقول لحظه يا اخي، لحظه يا زلمه، ايش فيك يا زلمه؟ يا عم يلا طيب، بس يا محمود اهو، بس اهو يلا. والله ساكت. سكتت. يلا يلا يا الله يا الله. كتاب التوحيد جزء واحد صفحه كام؟ يلا حتى بعد ومنا خلصها، مطيني سؤال بعد وراه. تمام الله، بس ادينا بس الصفحة بس. يلا صفحة 50، يلا تفضل. 50. يلا صفحة 50 في كتاب التوحيد، يلا تفضل اقرأ يا سمير. يلا يلا هسه اقرأ. ها يلا طلعها انت امام الناس، هم يعني هسه صرت اقرأ. يلا طلعها، طلعها امام الناس. يلا اي كلام، يلا اوعى تزعل نفسك، والله اوعى تزعل نفسك. يلا ولا يهمك، هدي يلا بس، هدي هدي. يلا يلا ممتاز، يلا هذا يا اخوانا اهوت، هذا كتاب التوحيد. كبرنا يا محمود، كبر الشاشه كده، ولا اكبر من هيك ما تتكبرش. لحظه شوي اشوف، هاي صفحه 50 يا اخوانا، ممكن انا اكبرها من عند الكتاب. ايوه هي كبرتها. نعم هاي صفحه 50 يا اخوانا. لا اله الا الله، ليش علق ام اللابتوب؟ خليك لا تستعجل، خلي اي واحد يكون، ماكو مشكله، مش موجود شارع. اخذ هاي صفحه 50، هاي كتاب التوحيد للصدوق الجزء الاول صفحه 50. هاي يلا شكرا. وين اقرا رقم الحديث كم؟ من وين ابدا اقرا؟ الذي أقرأ يحدث الملائكه على من اول، من وين اقرا؟ اقرا اقرا يلا تفضل. من وين، من وين أقرأ؟ يا التي الذي عجزت الملائكه عن قربهم من كرسي كرامته وطول ولهم إليه وتعظيم جلال عزه وقربهم من غيب ملكوته أن يعلموا من أمره إلا ما أعلمهم، وهم من ملكوت القدس بحيث هم من معرفته على ما فطرهم عليه إن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فما ظنك أيها السائل؟ وين رواية جعفر نقل جعفر الصادق؟ يلا تفضل تفضل اقرأ 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 توحيدي اقرأ. هكذا سبحانه وبحمده لم يحدث فيمكن فيه التغيير والانتقال، ولم يتصرف في ذاته بكرور الأحوال، ولم يختلف عليه حقب الليالي والأيام الذي ابتدعت الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتذى عليه من معبود كان قبله
ولم وين تحط به الرواية؟ الصفات، يلا فيكون الرواية، بذات الله. الرواية نعم أعطيك الرواية، الرواية ينقلها الاحتجاج عن الكافي الجزء الأول 126، يلا بعد 20. انشوري ينشي راح اللي راح راح، انشوري ينشي راح اللي راح راح، بأن يضحكون يضحكون ينور في كتاب التوحيد للصبي. هو ينقل، هو يستدل انشوري يستدل. ينشي راح اللي راح راح. ايش بك؟ خطية والله، خطية والله، خطية. يلا خطية، خلصت خلصتوا؟ احنا ساعة بندور. خلصتوا؟ خلصتوا؟ وين الرواية؟ خلصتوا؟ قبل ما عيد وين الرواية؟ قبل ما وصلت على التليجرام يا شيخ. يلا وين طيب. الرواية؟ لا والله أي كتاب؟ والله العظيم لا أي كتاب؟ تليجرام ولا خلصتوا اخوان؟ وين الرواية؟ ثواني الرواية محمود لو سمحت. يلا السكتون ولا السكتون ولا لا؟ ثواني السكتون ولا لا؟ ثواني سمير، ثواني سمير. يلا تفضل تفضل. ضحكتوا؟ شو انت قلت الرواية؟ في كتاب التوحيد للصدوق صفحة 204 فتحنا لك، وين الرواية؟ نعم مش 204، انت مشتبه على كل. تخلوني اتكلم، تخلوني اتكلم ولا لا؟ انا بسأل، في رواية في التوحيد ولا ايه؟ اتكلم ولا لا؟ فيه رواية عند الصدوق ولا ما؟ وين 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 الرواية؟ اتكلم اتكلم ولا لا؟ ادري اتكلم ولا لا؟ يعني احكي كلمتين ودر. اسكتوا شوية، اسكتوا شوية، اسمعوا يا اخوان. يقول يقول الشيخ الصدوق في التوحيد تمام ان الله واحد احد ليس كمثله شيء. خليني اكمل، خليني اكمل ويستند يستند على يستند عن الروايه. اعطيني مجال يا اخي، اعطيني مجال. الله يحفظك يا اخي، اعطيني مجال. الله يحفظك، اعطيني مجال. يلا ان الله واحد احد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل، قادر غني لا يوصف بجوهر ولا بجسم ولا صوره ولا ولا زمان، وإنه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه، خارج من الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه تعالى شيء لا كالأشياء، أحد صمد، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفؤا أحد، ولا ند ولا ضد ولا شبه ولا صاحب، ولا نظير ولا شريك، ولا تدركه الأبصار والأوهام وهو يدركها، ولا تأخذه سنة ولا نوم وهو. وين الرواية؟ خليني أكمل، خليني أكمل. وين الرواية؟ وين الرواية؟ لا تقاطعني، لا تقاطعني، لا تقاطعني، راح أجلدك والله، راح أجلدك. يلا اعطيني توحيد من هذا التوحيد. يلا الرواية يا بعد بعد يا محمود. ليش 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 ليش؟ لا تخافوا، لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون محمود، لا تخافوا، ما تنزلنيش جبناء والله. ربكم نزل التيس، احنا هنا فاتحين بس هنا عشان نناقش بني ادمين. اصبر بس، احنا هنا فاتحين بس نناقش بني ادمين، اما مش فاتحين بس نناقش بهايم، مش فاتح بس نناقش تيس. وين الرواية المعصوم قال ان سمع الله قدرة يا حمار يا ابن الحمار؟ بقالنا ثلاث ساعات بنستنى فيك، بقالنا ثلاث ساعات بنستنى فيك. يعني ان انكر الاصوات عند الله لا صوت الحمير يا حمار يا ابن الحمار. فين الرواية؟ فين رواية المعصوم؟ انا ماله مال الصدوق يا تيس يا ابن التيس يا عم. استنى اصبر بس، لابس لي صوت حمار في، قالوا لي على التليجرام صوتك واطي يا حمار يا ابن الحمار. فين رواية المعصوم؟ يا رجل مش هيك، اسمعني اسمعني بس اسمعني. هو ضعف كتاب زيد النرسي، هو ضعف كتاب اللي زيد النرسي. حمار ابن حمار صحيح. هو ضع يا اخوان، هو ضعف كتاب زيد النرسي، هو لا يعلم ان كتاب زيد النرسي صحيح. يعني قام يضعف على مزاجه وقام يهبد على مزاجه. يا محمود يا محمود يا حبيبي، بقالنا ساعتين، بقالنا ساعتين بنستناه يجيب رواية قال فيها المعصوم ان سمع الله معناه القدرة. الرواية قالها المعصوم مش قالها الصدوق. انا شو بدي انا في الصدوق؟ ما انا بعرف ان دين الشيعة كله دين مراجع وعلماء، مالكوش علاقة بقال البيت، ما انا بعرف الكلام ده. لذلك انا حشرتك بروايه للمعصوم. خف شوي يا ابو معاذ، ابو معاذ ريح شوي. اخوان كبسوا على الشاشه بارك الله فيكم. انا معصب من غبائه، غبي والشيعة اغبى منه. بنقول روايه للمعصوم راح يقول لي كلام الصدوق. انزل واطلع، انزل واطلع. طيب نعطيها للاخوان الموجودين. هذا كتاب معجب الحديث السيد الخوئي جزء 8 صفحه 379. ماذا يقول؟ يقول فالظاهر وهو صحة الكتاب فإن طريق النجاشي إليه صحيح.
شايف يا سميرة، طريق الشيخ إليه صحيح. أنت جالس تقول لي كتاب زيد النرس ضعيف.